اوروبا، فمن لما مبروك على منصب اليومين فنانة. تمثيل مرة تانية؟ ممكن السنة الجاية يكون تمثيل، السنة دي لا عشان عندي لسه بيبي صغيرة بهتم بيها، بس السنة دي حصة مهمة للألبوم اللي نزل مكتب السنة اللي جاية هيكون في مسلسل يمكن. فنانة هعرض عليكي الاشتراك في برنامج كلامي وتعودوا ده يكون تحكيم؟ لا ده دلوقتي مش أي برنامج هو لجنة التحكيم، لأنه صار في كثافة من هالبرامج وبعتقد في حاجات أهم بالموسيقى وبالمسرح هشتغل عليهم السنة دي. وفاكرة السيدة فيروز امبارح؟ مش السيدة فيروز اللي توفت، فيروز الممثلة بتاعتكم. السيدة ما هي السيدة فيروز. أيوة السيدة فيروز. طبعا نحن خسرنا موهبة كبيرة، فكرت لأنه في لغط كانوا خسرنا موهبة كبيرة بالعالم العربي، فنانة من يوتيوب خسرناها، كانت فنانة كبيرة من يوتيوب. ان شاء الله يا رب تكون انتقلت لعالم مرتاحه فيه، يا رب الله يعطيها السلامه وروحها. فنانه تحب احنا فنانه بعد اذن حضرتك خلاص.